هلا فيكم حلقة جديدة من توب 10، واليوم راح نتكلم عن أكثر عدد شخصيات طلعوا في ألعاب قتالية. طبعا راح نستثني ألعاب المصارعة لأنها شخصيات حقيقية، واللعبة المجانية موجن لأنها تعطي مجال أي شخص أنه يصمم شخصيات على كيف ويحطهم. والحين قبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة، وخلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة تيكن تاك تورنمنت 2، هي الجزء الثامن في السلسلة وأصدرت سنة 2012 أو خلينا نقول بداية سنة 2012 على جهاز الإكس بوكس 360 وجهاز بلاي ستيشن 3، وتم إصدار نسخة لجهاز الويو في نهاية سنة 2012. الجزء هذا بالتحديد فيه كل الشخصيات من الأجزاء السابقة، واللعب أخذ تقييم ممتاز من مجلة فاميتسو، أخذت 39 من 40، وهذا التقييم يعتبر أعلى تقييم للعبة قتال من أول ما طلعت لعبة Dead or Alive 4 في 2005. وصلت على جائزة قتال لعبة السنة في وقتها. الجزء هذا في 59 شخصية قابلة للعب. في المركز التاسع معانا لعبة ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا 5. طبعا توقع ان بهاللستة راح يكون فيك اكثر من لعبة ناروتو، وهذه واحدة منهم، وهي تكمل سلسلة ألتيميت نينجا اللي تم اصدارها في سنة 2007 في اليابان ونسخة انجليزية في 2009، وقدموا فيها نظام لعب جديد في السلسلة اللي هو الشخصية المساعدة. تقدر تستدعي شخصية تساعدك في القتال، ممكن تختار شخصيات معينة تخليك تسوي حركات خاصة لهم، ما حد حديث لكل حركات الجيتسو للكثير من الشخصيات. وهي كانت تعتبر آخر لعبة من سلسلة ألتيميت نينجا أو ألتيميتو نينجا اللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 2. اللعبة كان فيها 62 شخصية. في المركز الثامن عندنا لعبة مورتال كومبات أرمجيدن، صدرت على جهاز الإكس بوكس والبلاي ستيشن 2 في سنة 2006 وجهاز الوي في سنة 2007، وهي اللعبة السابعة من سلسلة مورتال كومبات، وفيها كل شخصيات الأجزاء السابقة، وأضافوا فيها خاصية تصميم شخصية خاصة فيك وتصميم حركة الفتالتي، وفيها بعد ميني جيم اسمه موتور كومبات، وهو لعبة سيارات كرتونية تشبه لعبة ماريو كارت. اللعبة كان فيها 63 شخصية قابلة للعب. في المركز السابع معنا لعبة كينج اوف فايترز 2002 انليميتد ماتش، تم اصدارها في سنة 2009 على جهاز بلاي ستيشن 2، وفي 2010 على الاكس بوكس لايف اركيد، وفي 2015 على الستيم، وتعتبر ريميك الجزء الأصلي The King of Fighters 2002 اللي هو الجزء التاسع بالسلسلة، وفيها تعديلات كثيرة للعبة ومراحل جديدة وأرتور كثيرة تم إضافتها وشخصيات كثيرة صار لها بالانس. اللعبة فيها 66 شخصية. والمركز السادس عندنا لعبة ناروتو شيبودن Ultimate Ninja Storm Generations، وهي الجزء الثالث في سلسلة Ultimate Ninja Storm، وصدرت على أجهزة بلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360 في سنة 2012. اللعبة فيها كل شخصيات الجزئين السابقات مع إضافة شخصيات أكثر، وسرعوا القتال أكثر من أول. لعبة أخذت تقييم متوسطة بمعدل 74 إلى 100 من موقع ميتاكريتيك، وكان فيها 72 شخصية. في المركز الخامس أيضا معنا لعبة واحدة من لعب ناروتو، هي ناروتو شيبودن Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. هي إعادة إصدار الجزء الأصلي اللي هو ناروتو شيبودن Ultimate Ninja Storm 3، والمطورين سايبر كونكت 2 سموها نسخة دايركتور كات، وفيها إضافات كثيرة للعبة مثل تحسين الجرافيكس وإضافة مهمات جديدة وفصل جديد في القصة، مع 38 لبس للشخصيات وإضافة شخصية جديدة. تم إصدارها في سنة 2013 على جهاز بلاي ستيشن والإكس بوكس 360 وستيم في سنة 2014، ومع شخصية إضافية صارت اللعبة فيها 81 شخصية. أما المركز الرابع معانا لعبة موبايل سوت غاندام إكستريم فيرسز فول بوست، تعتبر الجزء الثاني للعبة موبايل سوت غاندام إكستريم فيرسز، وتم إصدارها على أجهزة الأركيد في اليابان في سنة 2012 وعلى جهاز بلاي ستيشن 3 في 2013 مع إضافات حصرية للكونسول. الجزء الثاني بنفس نظام الأول من ناحية القتال، بس في تحسينات مثل أن كل فريق عنده 6000 نقطة، وإذا وصلت للصفر الفريق يخسر، وكل آلي له نقطة معينة كل ما زادت صارت أقوى. اللعبة كان فيها 98 شخصية. والمركز الثالث معانا لعبة أيوة زي ما تشوفون ناروتو، على بالكم خلصنا من ناروتو لسه. في المركز الثالث ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا ستورم ريفولوشن، هو الجزء المكمل لجزء ستورم 3، تم إصداره في سنة 2014، واللعبة قدمت نظام جديد للقتال وطريقة جديدة في اختيارك الفريق بناء على مهارات الشخصية، وأكيد تصميم جديد للشخصيات حسب قصة الأنمي. اللعبة فيها 118 شخصية. أما المركز الثاني معانا لعبة دراغون بول زي بودوكاي تينكايتشي 3، نزلت على جهاز الوي والبلاي ستيشن 2 في سنة 2007، وتعتبر الجزء الثالث والأخير لسلسلة بودوكاي تينكايتشي، وقدمت فيه إضافات جديدة على السلسلة مثل مراحل بنظام ليل ونهار، وفي حركة تقدر تسوي سيف للقتال على الاستي كارد عشان تشوفه في أي وقت، ممكن يتحول إلى جريت 8 باستخدام القمر في المراحل الليلية.
وهذا الجزء بالتحديد لأول مرة في السلسلة أضافوا الأونلاين في نسخة الوي. اللعبة كان فيها 161 شخصية. وأخيرا في المركز الأول معانا لعبة توبال نمبر 2، وهذه من نشر شركة سكوير على جهاز بلاي ستيشن 1 في سنة 1997 في اليابان، وعاد اصدارها مرة ثانية في سنة 2007 تحت العلامة تبع شركة سكوير ليجندري هيتس. ميزة أكثر ميزة في اللعبة هذه أن تصميم الشخصيات كلها من تصميم الأسطورة كيرا تورياما اللي هو سوى دراغون بول، وتصميم أيضا ألعاب دراغون كويست. اللعبة لازالت تحت المركز الأول من ناحية عدد الشخصيات حتى اليوم، حتى أنها أخذت رقم قياسي في كتب جينيسيس. كان المفروض أنها تنزل في أمريكا في سنة 1998، لكن تكنسل المشروع بحجة الجزء الأول ما حقق مبيعات جيدة في أمريكا. اللعبة فيها ستوري مود ونوعا ما معقد بالنسبة للعبة قتال، لأن كان فيها عناصر RPG. مثلا في قرية تقدر تتمشى وتنام وتاكل فيها بين كل دنجن تخلصه، وبعد كل قتال تاخذ XP تزيد فيه كل جزء من جسم شخصيتك من ناحية الضربات، وتقدر تزيد أو تنقص الأتاك أو الديفنس الشخصية حسب المواد اللي تاخذها. والحين جاهزين لعدد الشخصيات؟ هذه اللعبة توبال نمبر 2 على جهاز بلايستيشن 1 كان فيها 200 شخصية، و200 شخصية هذه كلهم مختلفين، بس طبعا كان في شخصيات يعني تحس ليش حطيهم هنا، مثلا تنين، شجرة صبار، ملاك الموت، ساحر، يعني اقعد تفكر كلمة مثلا قزم، اي شيء ببالكم تكون موجود في اللعبة هذه. وهذه كانت حلقة التوب 10 لهذا الاسبوع، قولوا ايش رايكم فيها، وايضا بعد في العاب تعرفونها ما ذكرناها فيها شخصيات كثيرة اذكروها تحت. وكالعادة لا تنسون اللايك، واللي ما يشترك بالقناة يشترك بالقناة عشان في برامج كتير حلوة جايتكم. يعطيك بعض المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.